فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يشارك في اجتماع مع قادة نظرائه في الدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وزير التربية الوطنية يطلق رسميا امتحانات الشهادة الإعدادية دورة 2018. السيدات والسادة أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من العاصمة أنجمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. الأهامش مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في نسخته 31 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فقد التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع عدد من القادة الأفارقة المشاركين في القمة. تقرير زميل بشير عمر بشير. التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برئيس دولة جنوب إفريقيا، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين جمهورية تشاد ودولة جنوب إفريقيا. وخلال اللقاء فقد أعرب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا لمجهوداته المبذولة لصالح القارة الإفريقية في حل النزاعات واستتباب الأمن والاستقرار. كما سبقت المناسبة تبادل الجانبين لأجندة القمة 31 من حيث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها القارة الإفريقية والعديد من الملفات الهامة التي تربط البلدين. فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ثمن جهود سيريل راموفوزا الاهتمام بقضايا القارة الإفريقية، وتوعد الزعيمان على مواصلة العمل الإفريقي المشترك مع جميع الأشقاء لحلحلة مختلف المشاكل التي تعاني منها القارة. العلاقات السودانية التشادية عرفت منذ عهد بعيد بالأقوية نظرا للروابط الأسرية التي تربط البلدين. وفي مختلف القمم العالمية والمؤتمرات الدولية يلتقي الرئيس السوداني بأخيه التشادي وعلى الأقص، لكن هذه المرة بمدينة نواكشوط في القمة 31 للاتحاد الإفريقي، حيث تناول الجانبان توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات لا سيما الأمنية التي أصبحت مثالا تحتذى به بعض الدول في حفظ الحدود. المجالات الأخرى التي أتت أكلها وجناها الشعبين كانت حاضرة في اللقاء. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بصفته رجل السلام بالقارة الإفريقية دعا بضرورة توحيد الجهود المشتركة والحكيمة لتحقيق نمو القارة الإفريقية في شتى المجالات والنضال من أجل مواجهة قضايا حجرة الشباب ومكافحة الجرائم بالمنطقة والإرهاب في شروط الحدود بين السودان وتشاد. كما أكد بأن التعاون مع السودان سيحقق العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. مقابلة أخرى كانت ضمن جدول مشاركة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في القمة، حيث التقى برئيس جمهورية قينيا الاستوائية تيودرو أوبيانغ، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والاندماج الإفريقي والعمل الدؤوب المشترك في كافة الكيانات الدولية والإقليمية. لقاء استمر لقرابة 30 دقيقة، تناول فيه الزعيمان عدة قضايا في المنطقة. هذا وفي خلال الاجتماعات التي يعقدها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع نظرائه كل من الرئيس السوداني والقيني والجنوب إفريقي، تناول فيها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ترشيح السيد سعيد إبراهيم ممثل تشاد لرئاسة الإدارة التنفيذية لوكالة السور الأخضر الكبير التي تضم 11 دولة ومقرها بنواكشوط. كما التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على هامش القمة بالأمينة العامة النائبة لمنظمة الأمم المتحدة أمينة محمد، والتي بدورها جاءت خصيصا لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث أكدت أثناء اللقاء لفخامته عن ارتياح منظمتها لمشاركته في مختلف القضايا الدولية والإقليمية. نبقى بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث عقد صباح اليوم قادة المجموعة الاقتصادية والنقدية دول إفريقيا المركزية اجتماعا بغرض مناقشة الملفات الاقتصادية والمالية في فضاء المجموعة. تقرير بشير عمر بشير للمرة الثانية. على أعقاب فعاليات القمة 31 للاتحاد الإفريقي، اجتمع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية والنقدية بإفريقيا المركزية بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس قينيا الاستوائية تيودور أوبيانغ ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس ياسيغو سو ورئيس جمهورية الغابون علي بانغو وممثل جمهورية الكامرون وزير خارجيتها وممثل جمهورية إفريقيا الوسطى رئيس البرلمان
بحضور الأمين التنفيذي للمجموعة الاقتصادية والنقدية بدول إفريقيا المركزية السيد أحمد اللامي. تناول فخامة رئيس الجمهورية مع أشقائه رؤساء ممثلي دول المجموعة الأوضاع المالية والاقتصادية بالمنطقة، ولا سيما أزمتي جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو، حيث استعرض رؤساء المجموعة مختلف الجهود والمشاريع التنموية بدول المجموعة، وذلك من خلال تقوية الضمان الاجتماعي والاقتصادي في محاربة الإرهاب بدول المنطقة والجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بالمسائل النقدية وتسهيل التجارة ونقل البضائع وتنقل الأفراد بين داخل دول المجموعة. وخلال الاجتماع استمع الحضور رؤية فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو قائد السلام، الذي دعا دول الأعضاء بضرورة تنسيق الجهود بين المجموعة والوقوف أمام كل التحديات التي يعاني منها شبه الإقليم. وشهد الاجتماع استماع لكلمة الرئيس الدوري لمجموعة الدول الاقتصادية والنقدية بإفريقيا المركزية الرئيس الجابوني ألي بونغو أودينبا، الذي شكر بدوره رؤساء المجموعة على جهودهم الفاعلة من أجل الحفاظ على الاستقرار والمشاركة الفعالة في القارة الإفريقية. كما تطرق الاجتماع لكلمة الأمين التنفيذي للمجموعة السيد أحمد اللامي، الذي تحدث عن الحالة النقدية والمؤشرات الاقتصادية داخل دول المجموعة. نعتذر لبعض الأخطاء الفنية التي وردت في هذا التقرير الذي جاءنا من حيث المصدر. أطلق صباح اليوم وزير التربية الوطنية أبو بكر الصديق شروما رسمياً بثانوية البنات بداية الامتحانات الشهادة الإعدادية دورة 2018. كان ذلك بحضور مندوب التربية الوطنية لمدينة إنجمينة ومندوب الحكومة لدى بلدية إنجمينة وعمدة الدائرة الخامسة. تقرير زميل عبد الله هارون برمى. 85,311 تلميذ وتلميذة جلسوا امتحانات الشهادة الإعدادية دورة 2018 موزعين في 64 مركزا بمختلف أقاليم البلاد. ولإعلان الانطلاقة الرسمية، وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرامة فتح الظرف الذي يحتوي على الأسئلة إذانا منه لبدء أعمال الامتحانات، حيث كان بجانبه مندوب التربية الوطنية لمدينة إنجمينة دونغو صبراي حنع التلاميذ وطلبهم بالهدوء ومنع حدوث أعمال الشغب أثناء سير الامتحانات. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة حث التلاميذ بالانضباط والاعتماد على النفس. مادة الإنشاء، أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأدعو الجميع إلى الهدوء والعمل بصورة جادة. كما أثنى الوزير بالدور الذي قام به المعلمين والاستجابة لنداء الحكومة رغم الإضراب الذي تصر إليه النقابات العمالية. كما تعلمون يشارك في هذه الدورة 85,311، فيها 364 مركز، من بينهم مركز في الخارج وفي قنصليتنا في جدة. أنتهز هذه الفرصة لأدعو الجميع الشباب التلاميذ إلى العمل وإلى بذل الجهد وإلى الانضباط. كما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل للمدرسين الذين قبلوا بأن يأتوا للإشراف على الامتحانات والمشاركة فيها. يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تستمر لمدة 6 أيام، حيث يمتهن في أولى أيامها مادة الإنشاء والرياضيات والفيزياء والكيمياء، بالإضافة إلى التربية الوطنية ومادة الإملاء. افتتح صباح اليوم نائب مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المبادرة الفرنسية لتدريب المعلمين حول فنون الحديثة للإدارة المدرسية. تقرير محمود مسلفيل. بهدف تعزيز قدرات العاملين في الحقل التعليمي وبخاصة في الجانب الإداري للمؤسسات التعليمية، جاءت هذه الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع المبادرة الفرنسية لتدريب المعلمين عن بعد إفادام، وذلك لصالح عدد من مدراء المدارس الابتدائية حول كيفية التسيير الجيد للعملية التعليمية ومواكبة النظام التربوي الحديث الذي يسهم في تحقيق الأهداف التربوية. فيبراني كولا المدير النائب للتعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة في كلمته الافتتاحية لفعاليات الورشة قال إن مثل هذه الورش تسمح للمشاركين بتلقي المعلومات الأساسية في إدارة المؤسسات التعليمية بطريقة أفضل، وإن الإدارة المدرسية تلعب دورا هاما في التوجيه التربوي الذي يرسم الأهداف المطلوبة من عملية التعليم والتعلم، وأن تطوير النظام التربوي يدخل ضمن أولويات الحكومة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وكذا التطلع إلى فتح آفاق مستقبلية للعام 2030. ونشير إلى أن الورشة استهدفت 3 أقاليم وهي مايوكيبي شرق وجراء ووداي، وتستمر فعالياتها لمدة 3 أيام على التوالي. ترأس صباح اليوم وزير البترول والطاقة أعمال الدورة التدريبية حول تحليل مشاريع الطاقة النظيفة وتنظيم قطاع الطاقة الذي يعمل على إنارة المدن وتوفير الكهرباء للمواطنين. تقرير خليل حسن صالح. في إطار مساعي الحكومة لإنارة المدن وتوفير الطاقة الكهربائية التي تعد من أفضل مؤشرات التنمية، كما أنها تعتبر من البدائل الكفيلة بحماية البيئة وتوفير مناخ يخلو من الملوثات البيئية، يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية حول تحليل مشاريع الطاقة النظيفة وتنظيم قطاع الطاقة، والذي تكفلت بتنظيمه وزارة البترول والطاقة، التي صرح وزيرها بوكر ميشيل بأن حل مشكلة الطاقة وعد تعهد به رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو، مؤكدا بأنه سيجعل تشاد بلدا مضيئا، معددا في خطابه الافتتاحي عن فوائد الطاقة وما تلعبه الوزارة من دور هام لتحقيق هذا الهدف. وقد طلب الوزير بوكر ميشيل من المشاركين في الدورة الخروج باقتراحات تسمح بشكل فعال في تطبيق هذا المشروع. ممثل منظمة الطاقة بدول إفريقيا المركزية جان كريسستوم هو الآخر تحدث عن أهمية هذا المشروع لدول إفريقيا المركزية، مشيرا إلى أنه سيعمل على توفير الكهرباء وذلك بإشراك القطاعات الخاصة وخصخصة بعض المشاريع. ونشير لأن هذه الدورة تستمر حتى 6 يوليو الجاري، وسيعمل المشاركون فيها على معرفة استخدام بعض التطبيقات في قطاع الطاقة. نظم مساء أمس مناضلو ومناضلات حزب الحركة الوطنية لإنقاذ الـMPS بإقليم تنجيلي القاطنين بالعاصمة إنجمينة، نظموا لقاء تفكريا تمت من خلاله مناقشة بعض القضايا المتعلقة بتقدم الحزب وتنمية الإقليم. تقرير محمود مسلفي. جاء هذا اللقاء التفاكري الذي جمع عددا من مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم تنجيلي، وذلك لتبادل الآراء والأفكار حول المسائل السياسية للحزب بالإقليم، وكذا معرفة الصعوبات التي تعيق سير التنمية بالمنطقة. كلنا نلوم لنشوف كلام أنا دارنا عشان أنا ريبريزنتي دارنا في ريجون أنا تنجيلي، دونك نشوف problème hagina al dugak dugak ana darna da camarade an hagina ana tangile asada al nworum da le ishunu nshunu derb sawa don anina ne doru nabga nas way kan anina shikshik da politique hagina mayam shikitam. هذا اللقاء سمح لبعض من الحضور بتقديم مجمل القضايا والمشكلات التي يعاني منها سكان اقليم تنجيلي، والتي تتمثل في نقص بعض الخدمات الحيويه والمنشئات والمرافق العامه، وكذا انعدام الطرق التي تربط الإقليم ببعض المدن الأخرى وبخاصة في موسم الخريف، مؤكدين بأن إقليم تنجيلي من الأقاليم المنتجة للمحاصيل الزراعية تحديدا الأرز. كل هذه الشكاوى والصعوبات استمعت إليها عضوة المكتب الوطني السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ أنيجي إريديان، التي ردت موضحة بأن كل الصعوبات التي يعاني منها الإقليم ستؤخذ بعين الاعتبار، وذلك لإيجاد حلول لها، وهذا ما تسعى إليه الحكومة في كافة أرجاء البلاد. نظم تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين المعروف بكازاك مساء أمس مسيرة لدعم السلام الاجتماعي الذي تعيشه البلاد بمشاركة عدد كبير من أعضاء التحالف. تقرير إبراهيم محمد موسى. ضمن النشاطات التي تقوم بها تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين، حيث قامت بمسيرة مؤيدة للسلام الاجتماعي وتردد هتافات تعيش السلام، وهذه المسيرة ضم عدد كبير من أعضاء التحالف تعبيرا عن رضاهم التام لسياسات رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو حول السلام والعفو والدعوة إلى الحوار ولأجل استتباب الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن. كما أشاد رئيس التحالف بالوحدة والتضامن السائد بين أبناء الوطن الواحد. وننوه إلى أن مثل هذه المسيرات السلمية تجعل من الجمعيات المجتمع المدني إبراز دور الديمقراطية في البلاد.
افتتح صباح اليوم المدير العام لمصادر المياه والدراسات والتخطيط بوزارة البيئة والمياه والصيد، افتتح بالخلية الدائمة في الدائرة الأولى أعمال الورشة الوطنية لتحليل واعتماد التقرير الخاص بميثاق استخدام حوض بحيرة تشاد. التقرير هارون بادم. إن بحيرة تشاد تعد موردا مائيا بامتياز ليس على مستوى تشاد فحسب، بل لدول الإقليم وخاصة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، وأن تقليص مياه هذه البحيرة بشكل منتظم بات يهدد الأنظمة البيئية ويعد بزحف صحراوي وجفاف مضطرد محتمل. ومن أجل وضع آليات لتفادي التأثيرات السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة والكارثة الطبيعية التي اتضحت آثارها على البحيرة، فإن الحكومات وبدعم من الشركاء قرروا القيام بإجراء أبحاث ودراسات على المستوى الإقليمي والدولي لإيجاد حلول عاجلة وسريعة. وقد تم إعداد ميثاق لمياه البحيرة، وأن هذا الميثاق يحدد بمثابة الشروط والإجراءات لاستخدام مياه بحيرة تشاد. وفي هذه الورشة الوطنية سيناقش المشاركون التقرير المبدئي للخبراء. وقد افتتح الورشة المدير العام لمصادر المياه والدراسات والتخطيط موسى تشيتشاو، الذي أوضح أن هذا الميثاق المتعلق بمياه حوض بحيرة تشاد تمت المصادقة عليه في 30 من أبريل عام 2012 بمدينة إنجمينة من قبل قادة الدول الأعضاء، ومشيرا إلى أن الجميع يدرك مدى الأهمية القصوى لمصادر المياه، بحيث أن الأخيرة تعتبر شريان الحياة، لذا من الضروري استخدام نظم حديثة بهدف استخدام جيد وفعال لهذا المورد الحيوي للحفاظ على أنظمة بيئية والإسهام في سعي الحكومة لتوفير الأمن الغذائي. من الآن وصاعدا بإمكان السياح الفرنسيين والأوروبيين الذين ينوون زيارة البلاد من أجل السياحة التوجه مباشرة من باريس العاصمة الفرنسية إلى مطار مجرس الدولي عاصمة إقليم إنيدي شرق. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل آدم حسن المكاوي. السياح الفرنسيون والأوروبيون من الآن وصاعدا صار بإمكانهم زيارة تشاد والأماكن السياحية بدون أن يواجهوا مشاكل كما في السابق. هذه هي نتائج اللقاءات والجلسات المكثفة بين مسؤولي المنسقيات العامة للهيئة الوطنية لترقية السياحة والعرف اليدوية والشركاء الفرنسيين في باريس، حيث تمخض من هذه النتائج أيضا وضع جسر جوي من باريس وإلى أم جراس. المنسق العام للهيئة الوطنية لترقية السياحة والعرف اليدوية أباكر روزيتاجيل أثناء ختام هذه اللقاءات شكر الشركاء على دعمهم للسياحة التشادية بفتح طيران مباشر من باريس وإلى أم جرس. وفي إطار متصل أيضا عقد أباكر روزيتاجيل لقاء مع هيئة السياحة بمدينة تور، حيث تملك هذه الهيئة خبرات وكفاءات متعددة في مجال السياحة، والاستفادة من هذه الخبرات ولإيجاد فرص لتأهيل كوادر السياحة. وخلص اللقاء بالاتفاق على إفادة 2 من العاملين للتدريب في هيئة السياحة بمدينة تور في مطلع الأيام القادمة، وتولي إرسال العاملين بعد ذلك على شكل دفعات. المنسق العام للهيئة الوطنية لترقية السياحة أباكر روزيتاجيل أفاد بأن جميع القرارات التي تم اتخاذها لو تم تطبيقها بكل حذافيرها فإن العام 2019 سيكون عام تطور السياحة، مفيدا بأن تنمية السياحة ستنطلق مع بداية المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية الدورة الخامسة المزمع انعقادها بمدينة أم جرس. عقد حاكم إقليم السلامات إسحاق ملواجة موسى اجتماع عمل مع مسؤولي الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بحضور المسؤولين الإداريين في الإقليم. تقرير فتحية يوسف وقراءة أحمد ياسين عبد الرحمن. هدف هذا اللقاء الذي جمع بين حاكم إقليم السلامات إسحاق ملواجة موسى وأعضاء الجمعية من أجل تنمية المنظمات الريفية، اللقاء التشاوري المقصد منه التفاكر والتشاور من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك بعدم القطع العشوائي للأشجار وتدمير البيئة والابتعاد عن تلوثاتها بالنفايات. وهذه الخطوات والإجراءات تقي البلاد من خطر الزحف الصحراوي والتصحر والجفاف. وبهذه المناسبة تحدث عبد الله قجه رئيس الجمعية عن التزام جمعيته بأهدافها الرامية إلى حشد الطاقات والموارد وتسخيرها من أجل الحفاظ على البيئة. كما قال حاكم إقليم السلامات إسحاق ملواجة موسى إن هناك دراسات عالمية تؤكد أن التقلبات المناخية هي من أكبر التحديات التي تواجه الإنسان، لذلك لا بد من وضع الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة. هذه المشاورات واللقاءات التي تجرى من حين لآخر من أجل الحفاظ على البيئة لهو دليل على أن السلطات العليا تسهر من أجل الحفاظ على البيئة.
ترأس صباح اليوم عصر اليوم وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح الاجتماع الخاص بالمجلس الوطني للتغذية والغذاء، حيث جرت المناسبة بفندق هيلتون بحضور عدد من أعضاء الحكومة. تقرير زميلة ديغا محمد الحاج. حوالي 2 مليون طفل من السنة الأولى إلى الخامسة من العمر مصابين بسوء التغذية في البلاد، ذلك وفقا لإحصاء المجلس الوطني للتغذية والغذاء في تشاد لعام 2015 حتى عام 2017، حيث اجتمع عدد من مسؤولي البرنامج وكذا ممولين بهدف النقاش حول إرساء سياسة وطنية للتغذية وتطبيق مشروع التنمية لعام 2030. في بداية المناسبة تحدث وزير الصحة العام عزيز محمد الصالح عن أهمية مكافحة سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال والنساء الحوامل، وأن ذلك يعد من أولويات الحكومة التشادية. وقد تم عرض بعض المعلومات التي تم الحصول عليها خلال فترة الإحصاء في أرجاء البلاد، ويحوي كل من الخرائط الجغرافية للنسب المئوية حسب كل إقليم. وبعيد ذلك بدأ النقاش حول تخطيط وتنفيذ استراتيجيات لمحاربة سوء التغذية في تشاد، كما تداخل وزير التخطيط عن دور وزارته في دعم وتمويل مشاريع التغذية. إضافة إلى ذلك أوضحت وزيرة الإعلام عن دور الإعلام في توعية السكان في الأماكن النائية وتغيير تصرفاتهم للتقليل من نسبة سوء التغذية. وكذلك جرت عدة مداخلات عن الممولين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي. هذا ونشير إلى أن أهم الأوقات للحماية من سوء التغذية الألف الأيام الأولى للطفل منذ فترة الحمل حتى سنتين. قام صباح اليوم كل من أسقف مدينة أنجمينا والأمين العام لتحالف الكنائس والبعثات الإنجيلية وإدارة جامعة الملك فيصل قاموا بزيارة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. وخلال اللقاءين المنفصلين تناول رئيس المجلس مع ضيوفه مسألة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث. تقرير حسب الكريم محمد سعيد. تعزيزا للتعايش السلمي ودعما للمساء الداعية إلى تقوية ذلك، تأتي هذه الزيارة التي قام بها كل من أسقف مدينة جمينة رفقة الأمين العام لتحالف الكنائس والبعثات الإنجيلية بتشاد إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أسقف مدينة جمينة إدمون جيتينغار صرح أن الهدف من الزيارة بأنها تدخل في مجال ترقية التعاون المشترك الداعم للتعايش السلمي بين السكان، بالإضافة إلى تهنئة المكتب الجديد للمجلس بقيادة الدكتور محمد إيسى خاطر، بالإضافة إلى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بالتعاون المشترك القائم بين القيادات الدينية بالبلاد. من جانب آخر قال الأمين العام لتحالف الكنائس والبعثات الإنجيلية بتشاد باتيم كالدي، قال أن الزيارة تأتي لتهنئة المسلمين عبر المجلس بحلول عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى السعي نحو إيجاد آلية مشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ محمد إيسى خاطر أبدى عن سعادته للزيارة التي تدخل في إطار تقوية المساء المشتركة لقادة الدين بالبلاد. سبب هذه الزيارة أن الأقصد الشقيق وأيضا كذلك المسؤولين الكبار كان في الأيام الماضية كان غابوا عن البلد في مهمات خاصة بهم، غابوا كثيرا من أجل ذلك جاءت مناسبات كثيرة هم لم يكونوا حاضرين، ولأجل هذا جاءوا إلينا في هذا اليوم لكي يقدموا لنا التهنئة في تلك المناسبات السعيدة. زيارة أخرى شهدها المجلس الأعلى من قبل لإدارة جامعة الملك فيصل بتشاد بقيادة رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بخيت صالح رفقة إداري جامعته، زيارة أعلن الحدث منها رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بخيت صالح. أتينا في زيارة أولية لتوطيد العلاقات وتمتين الثلاث بين جامعة الملك فيصل والمجلس الأعلى الإسلامية مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، باعتبار أن هذه المؤسسة العريقة التي خرجت الأجيال والكوادر للدولة التشادية ولدول الجوار الإفريقي من منتجات أو من أعمال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. وعقب على حديثه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ محمد إيسى خاطر الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الجامعة في مجال التعليم العالي، مبديا استعداد المجلس من أجل رفع مستوى التعاون المشترك، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لإدارتها من أجل خدمة التعليم العالي بالبلاد.
أختم هذه النشرة بقراءة المرسوم الرئاسي الذي وصلنا على التو، مرسوم يحمل رقم 1407. المادة الأولى: تم تعيين الشخصيات الآتية أسمعهم في مناصب المسؤولية التالية بالإدارة العامة للمراسم برئاسة الجمهورية: المساعدين بإدارة الشؤون البروتوكولية السيد أحمد إسحاق ديار، السيدة إيدي دورو نودين، المساعدين بإدارة الاستقبال والسكن والسفر السيد أحمداي عبد البنات، السيد الأمين مصطفى، المساعدين بإدارة الاحتفالات السيد محمد نور حامد، السيدة أمبينسم فليمون. المادة الثانية: يلغي هذا المرسوم كل الترتيبات السابقة المغايرة، يسري مفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. انجمينا في الثاني من يونيو 2018 توقيع إدريس دبي إتنو. بقراءة هذا المرسوم نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة انجمينا. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم في أمان الله.